السلام عليكم، مرحبا بكم في سمية لايف ستايل من جديد مرة أخرى. مرحبا بكم في الفيديو تاعي. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ما تنساوش اللي عجبتكم القناة وعجبكم المحتوى تاعها تشتركوا وتبارتاجيوها مع أحبابكم. الوصفة تاع اليوم حنديرو القيمات، كاين اللي يديرهم بالشوكولا، كاين اللي يعسلوهم، أنا اليوم درتهم بالشوكري كلاسي. نسحقو دو بوا تاع ياوت ناتور ولا فرماج ريجيم اللي حبيتوه. كما راكم تشوفوا زوج بايط تاع فرماج ريجيم نفرغهم في ان ريسيبيون يكون شويه كبير، يكون واسع. من بعد هذوك زوج بايط نخلي باطا منهم نعمرها زوج كيلات ونص فرينه، يعني نسحقوا زوج بايط تاع ياوت ناتور مع زوج بايط ونص فرينه. من بعد نسحقوا ثاني نص خميره كيميائيه، قريصه ملح بيان سور، ومغرفة سكر. نخلطوا هذوم المكونات كامل كيف كيف حتى تنضم لي شويه العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. نفوت ندخل مليح هذاك البيتي سويس، ومن بعد نعجنها شويه، من بعد نبدا نضيف في الحليب بشويه، نضيف بالحليب بشويه حتى تولي لي ليكيد، ما توليليش جاريه كيما تاع لي كريب ولا لي بانكيك، وماشي حكمه راحه كيما عجينه كيما راكم تشوفوا، يعني تولي معلكه، تولي كيما العجينه تاع الخفاف، شويه برك خفيفه على العجينه تاع الخفاف هكا باش كي نديرها في البوشادوي تسيلي. كيما قلت لكم ما تجيش ليكيد كيما تاع لي كريب، وما تجيش شاده روحها كيما تاع الخفاف هكايا. من بعد نبدا نضيف في الحليب بشويه ونخلط فيها بالمغرفه تاع الحطب، نخبط فيها نخبط فيها حتى يتخلط لي مليح هذيك العجينه مع هذاك الحليب تاعي. هذا ما كانوش نسحقوا في هاد لا غوسيت، ما نخلوها تخمر ما والو، ديريكتومون نحطوها في اون بوشادي ولا ساشي كيما تساعدكم. ما نسحقوش لا دو، يعني ما نسحقوش الشكل، صافي ليسونسييل نحطوها في حاجه اللي نخرجوا من تحتها. دونك بوشادي ولا ساشي ولا ساشي تاع الحليب اللي تساعدكم. انا عندي بوشادي كيما راكم تشوفوا، ما درت لهاش لا دو من تحتها، وكنت حطيت الزيت تسخن لي. نجيبو مقص نجوزوه في هذيك الزيت باش ما تلصقليش العجينه تاعي في المقص، ونبدا نخرج فيها بشويه ونقطع، خرج فيها بشويه ونقطع، ونحرصوا الزيت تاعي تكون سخونه. كيما راكم تشوفوا الزيت راهي سخونه، نخرج بشويه ونقطع كيما هكا. من بعد كي نكملها كامل نصير لها شويه تاع سكر كلاسي. كيما قلت لكم تقدروا ديروا لها شوكولا هكايا، تجوزوا عليها بشوكولا، سينو تعسلوهم، مي بسكر كلاسي راح تجيكم بنينه اكثر، باسكو هاد لا غوسه تاع القيمات ماشي كيما القيمات الاخرين، هادي تجي فيها شويه انغو تاع فرماج، باسكو درناها بالفرماج ريجيم، تجي بزاف بنينه، تجي هايله. يعني ما ننصحكمش تعسلوها، ديروها شوكولا وي، ديروها سكر كلاسي وي، بصح العسيله يعني ما ننصحكمش بها. بصح اللي حبت تاكل حاجه معسله تعسلها، ما تجيش كيما القيمه العاديين، هذه تجي لداخل انغو تاع فرماج. دونك انا نكمل نعسلهم كامل ونرشلها السكر كلاسي من الفوق، ونخليكم تشوفوا كيفاش خرجت لي مع الاخر. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش الا عجبتكم تشتركوا في القناه وديروا لي جيم على لا فيديو، وتدخلوا الجروب فيسبوك والانستغرام اللي نخليه لكم توجور في الديسكريبشن بوكس مع لافين تاع لا فيديو. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.